نطلب من أصحاب السعادة والمعالي، معالي الوزير عدنان منصور، الأستاذ جميل إبراهيم، رئيس بلدية كفرفيلة السيد محمد حمدان، التفضل إلى المسرح لتسليم الدرع التذكارية لصاحب اليدين الطافحتين عطاء الحاج محمد رعد، أعني به السيد علي حجازي عربون وفاء وتقدير. تفضل أستاذ علي. شكراً لحضوركم، وندعوكم إلى مشاهدة ما أنتجته أنامل الفنانين في الباحة الخلفية، ومن ثم إلى تناول طعام الغداء في الصالة الداخلية للواحة. ونلفت انتباهكم إلى أن المنتجات المعروضة سيعود ريعها لدعم الدار، وشكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.